اهلا بيكم. من كام يوم وانا بوصل ولادي المدرسه قريت على سور المدرسه جمله كنا بنقراها وبنتعلمها زمان واحنا صغيرين، وهي الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. بس ما كناش بنفهم معناها زمان، وبنقعد نفكر هو الناس اللي ما بتدخلش المستشفى وما بتتعبش على راسهم تاج بجد؟ وهو فين التاج ده؟ مش شايفينه ليه؟ بس لما كبرت عرفت ان اللي ما بيدخلش المستشفى ومحافظ على صحته ومخلي باله من نفسه بيبقى على راسه تاج حقيقي، مش اي تاج، وعلى راسه ريشة كمان. فعلا ما يعرفش قيمة النعمة الا اللي محروم منها. بصراحة انا على المستوى الشخصي ما بحبش جو المستشفيات، وما بستحملش حتى اني ازور مريض في مستشفى. بجد ربنا يشفي كل مريض ويقومه بألف سلامة. وبمناسبة المستشفيات، كان في صديق ليا قبل كده قال لي إن القصر العيني هي أول وأقدم مستشفى في مصر، وأنا كداليا ما خدتش المعلومة زي ما هي، قلت لازم أتأكد بنفسي. واسمع مني. يلا دم يفوت في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيلة. الحكاية وما فيها إن أول مستشفى في مصر كان اسمها البيمارستان. كان اسمها إيه؟ البيمارستان، أو بيمارستان أحمد ابن طولون، أو البيمارستان العتيق. البيمارستان ده بقى بناه أحمد ابن طولون من 1150 سنة في الفسطاط، جنب الجامع المشهور بتاعه مسجد أحمد ابن طولون، واللي هو موجود لحد دلوقتي، وصرف عليه وقتها 60,000 دينار. وكمان بنى فيه مكتبة كبيرة فيها أكتر من 100,000 كتاب في كل التخصصات والعلوم. وفي آخر المسجد عمل أحمد ابن طولون مكان للوضوء، ومكان تاني صيدلية فيها كل أنواع الأدوية والعقاقير والمشروبات الطبية. وكان الطب والتمريض متطور جدا في عهده، لأنه كان بيهتم بالمرضى بنفسه وبيوفر لهم الأطباء والصيادلة والخدم من كل دول العالم. وكان المرضى في عهده زمان مش بيتعالجوا بنفس الهدوم اللي عليهم، يعني زي ما بيحصل دلوقتي، كان بيتقدم لهم لبس خاص بالمرضى، وكانوا هم خارجين بيستلموا هدومهم ومتعلقاتهم الشخصية من أمين البيمارستان. واسمع مني دي، عشان المرضى يقدروا يخرجوا من المستشفى ويتأكد الدكاترة إنهم خفوا، كان لازم المريض قبل ما يخرج ياكل فرخة كاملة ورغيف. يا سلام يا سلام، مجهود عظيم عمله أحمد ابن طولون في الطب والمستشفيات. والحمد لله دلوقتي بقى عندنا تطور كبير في المجال الطبي، زي المجمع الطبي اللي في محافظة الإسماعيلية، ده غير المدينة الطبية اللي في العاصمة الجديدة. مدينة متكاملة فيها مجموعة كبيرة من المستشفيات فيها كل التخصصات. ومش معنى إن بقى عندنا تطور في المنظومة الصحية إننا نهمل في صحتنا، لازم نحافظ عليها في كل الأحوال. ربنا يحفظنا كلنا ويحفظ ولادنا وحبايبنا في كل مكان. واسمع مني، فعلا فعلا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وفي نهاية الحلقة أسيبكوا في صحة دايما، واستنوني وحلقة جديدة في نفس الميعاد من برنامج اسمع مني، حب الدنيا تحبك، على الراديو 90 90 هواها مصري. داليا الخطيب.